اليوم احنا في المشات الدمام، مجموعة من المشات على طريق الدمام الجبيل. طبعا هذه المشات يعني فيها جميع انواع الاشجار والورود والزهور والفل والياسمين. طبعا اهل المنطقة الشرقية بشكل عام او الدمام، حضرة الدمام، الخبر، القطيف، يعني يجون ياخذون من هنا يشترون الشتلات. طبعا التركيز للمنازل على الورود وعلى الشتلات الزينة. طبعا اما المزارع فهم ياخذون شتلات المثمرة، والشتاء طبعا يقبلون عليه بشكل كبير. يعني الان يعني يكون في اقبال تقريبا ما يقارب 40 الى 60% على الشتلات وزراعتها. ويعني احنا جالسين بين ورود الان واشجار، وتتراوح طبعا اسعارها متفاوته، يعني من ريال الى 3000 ريال. في واحده من الاشجار اللي وراي تقريبا قيمتها 3000 ريال وعمرها اكثر حول 10 سنوات. اي نعم. نعم. طيب اليوم لما نتحدث عن سام، تفضل اكمل. اي معك تفضل. اليوم لما نتكلم على ابرز طبعا الازهار الشتويه وطريقه ايضا الاستخدام بالنسبه في هذا الموسم من ناحيه تزيين المنازل، من ناحيه حتى ما يمكن انه يهدى، اتكلم لاشخاص اخرين ايضا بالتزيين، اعطينا فكره عن ابرز الانواع المختاره، وايضا اذا كان الامر بما يتعلق بالازهار مرتبط وايضا متعلق بنوعيه الورود فيما يتعلق بالاهداء او حتى التزيين. نعم، ابرز انواع الورود او الازهار هي ملكه الليل اللي اكثر اقبال عليها، وهذه طبعا اخذت يعني من اسمها نصيبها، فهي يعني رائحتها تكون في الليل في المساء، ويعني تكون بشكل يعني ملفت لكل من يمر من حولها، بالاضافه الى الورد والفل ايضا. هذه بشكل عام عن الورود. اما الاشجار فهي في الغالب اشجار الزينه، وبالاضافه الى بعض الاشجار مثل الاشجار الشجر اللي وراي زي ما قلت لكم، هي من ابرز الاشياء اللي يكون فيها اقتناء. الغالب يقتني هذه الانواع، وبالذات نوع الفل وملكة الليل هي اكثر شيء يتم شراءه في الفترة هذه. فترة الشتاء على اشياء مختلفة عن فترة الصيف طارق؟ اي نعم، الشتلات، في شتلات يعني تكون مزدهره ويعني نشطه في النمو في فتره الشتاء، اما فتره الصيف تكون اقل، ولذلك نجد بعض الشتلات تكون موجوده ايضا داخل بعض الغرف المحميه. من كانت للصيف تجدينها في الشتاء داخل الغرف، ومن كانت للعكس فهي ايضا كذلك. ايضا في شتلات ليست من السعوديه ولكن من خارج السعوديه، يعني فرض من باكستان، من الهند، من شرق اسيا، من امريكا، من كل دول العالم تاتي، وبناء على كل شتله وعلى يعني الفتره التي تزدهر فيها وتنمو يكون عليها الاقبال وعليها الشراء نفسها. جيد. طارق، في متخصصين في المشاتل او الباعه يمتلكون معلومات حول ما يمكن أن تكون هذه طبعاً الشجرة تحتفظ بالأتربة، تكون مثيرة أيضاً للحساسية بالنسبة للناس اللي يعانون من مشاكل في الصدرية وغيره؟ يعني يمكن للشخص أنه والله يسأل هالأسئلة ويلقى إجابة ويختار النوع المناسب له صحياً؟ نعم، في بعض المشاتل واحنا نزورها وجدنا بعض الاشخاص عندهم خبره، بعضهم متخصص يكون يعني خريج جامعه في الزراعه. وايضا يكون عنده معلومات عن بعض الشتلات او بعض النوع من الشتلات اللي لها يعني قد يكون لها علاج لبعض الاشياء. ايضا بعض الاخوان كلمونا في المشاتل قالوا انه البعض ياتي للسؤال عن أنواع معينة من الشتلات بهدف بعض أنواع العلاج، يعني تكون سبب أو تكون عنده معلومة أن هذه الشتلة هي علاج لنوع معين من بعض الأمراض، خاصة الأمراض الجلدية التي يسعى كثير من الرواد بعض المشاتل إلى اقتناء بعض
الشتلات، بعضها قد يكون نادر ويعني لا يوجد إلا في عدد معين من الشتلات بناء على ما يصل من معلومات سواء من وسائل التواصل الاجتماعي أو من أشخاص أن هذه الشتلة مفيدة لنوع معين جيد. من الأمراض الجلدية فيأتي إلى هنا لاقتنائها وشرائها.